متواصلون معكم مشاهدين الأعزاء، ولقاء أسبوعي يتجدد وفيه نحلق بصحبة الإبداع والمبدعين دقائق مع فن الإنشاد والمديح النبوي كما هي العادة كل أربعاء. نلتقي الليلة مع تجربة أخرى مميزة من تجارب مبدعي مدرسة الإنشاد المصرية، فيها نتعرف على ملامح نجاح هذه الموهبة وهذه التجربة وتميزها ومشوارها في عالم الإنشاد والمديح، كما نتطرق بالتأكيد إلى واقع الإنشاد الديني ومستقبله. نستمع ونستمتع بمقطوعات بديعة من المدائح والأناشيد. أما الفقرة الإخبارية التي تأتيكم في مستهل هذا اللقاء فنبدأها من صحيفة أو من موقع الإلكتروني لجريدة الوطن بعنوان: السيسي في مجلس الأمن: نحن لا نجتمع لاستعراض حجم المأساة في سوريا فقط. توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشكر لجون كيري وزير الخارجية الأمريكي على مبادرته الكريمة للدعوة لعقد هذا الاجتماع، قائلا: نحن لا نجتمع لاستعراض حجم المأساة في سوريا فقط. وأضاف السيسي خلال جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع الإنسانية بسوريا أن الهدف من هذا الاجتماع أن نتحمل جميعنا مسؤولية حفظ الأمن والسلم لوقف نزيف الدم في سوريا بعد مرور 5 أعوام على الأزمة في هذا البلد. خلوني نتوقف مع حضراتكم وجانب مهم من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام اجتماع مجلس الأمن الذي عقد خصيصا برئاسة مصر وبرئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث الأزمة السورية، ونعود لاستكمال فترتنا الإخبارية. إن حضورنا اليوم ليس بغرض استعراض حجم المأساة التي نتابعها يوميا في سوريا وتدمي قلوبنا جميعا، وإنما الهدف هو أن نتحمل جميعا مسؤوليتنا كأعضاء في مجلس الأمن معنيين ومسؤولين عن حفظ السلم والأمن الدوليين، لإيجاد صياغ عملية وفورية لوقف نزيف الدم في سوريا وتجاوز 5 أعوام من الإخفاق في التوصل لتصور موحد لتسوية سياسية شاملة للأزمة في سوريا تنقذ الشعب السوري الشقيق من محنته الممتدة. لقد مرت 5 أعوام ونزيف الدم ما زال مستمرا في سوريا، مئات الآلاف من القتلى وملايين النازحين واللاجئين، وما زال الحل السياسي غائبا، وما زالت سوريا نهبا لأطماع إقليمية ودولية تستغل أزمتها لتحقيق مصالح ضيقة وفريسة لإرهاب يتغذى على هذه الأطماع ويتفاقم مهددا مقدرات الشعب السوري. الحقيقة أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 71 في هذا العام لم تكن مقتصرة فقط أو تتوقف عند حد رئاسة مصر ورئاسته شخصيا لجلسة مجلس الأمن لبحث الأوضاع الإنسانية في سوريا، ولكن كان هناك نشاط كبير وموسع وكلمة ضافية أيضا للرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ورئاسته لمجلس الأمن والسلم الإفريقي بحضور عدد من رؤساء الأفارقة وعدد كبير من اللقاءات مع رؤساء دول ورؤساء حكومات ومسؤولين ومرشحين الرئاسة الأمريكية سواء دونالد ترامب أو هيلاري كلينتون، ما يعكس الحقيقة أهمية هذه الزيارة وهذه الرحلة التي تأتي مختلفة بلا شك عن العامين الماضيين. مصر بلد كبير ومؤثر وله دور إقليمي كبير، وكل مشاركات وكلمات رئيس عبد الفتاح السيسي وأنشطته جاءت معبرة عن واقع مصر الجديد وتأثيرها في محيطها الإقليمي. ما زلنا نتابع هذا النشاط وبانتظار المزيد إن شاء الله الذي يعيد لمصر مكانتها وبهائها ويضعها كما كانت وكما هي آخذة الآن في طريق عودتها مرة أخرى لصدارة الإقليم، إقليم الشرق الأوسط، والاطلاع بدورها المهم في الحفاظ على الأمن والسلم في هذه المنطقة الحيوية التي تموج بكثير من الاضطرابات والمتغيرات. تحية للدبلوماسية المصرية والتحية واجبة بكل تأكيد للرئيس عبد الفتاح السيسي. خلوني أخذ حضراتكم للمصري اليوم. غرق مركب، هذه مأساة أخرى، على متن 300 مهاجر غير شرعي على سواحل كفر الشيخ. تعرض مركب للهجرة غير الشرعية إلى الغرق أمام منطقة برج مغيزل بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ اليوم الأربعاء، وعلى متنه حوالي 300 مهاجر. وقالت مصادر بمستشفى رشيد العام إن المستشفى استقبل 10 جثث من ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية. وأضافت مصادر بمرفق الإسعاف بالبحيرة أنه تم انتشال 21 جثة أخرى ويجرى نقلهم إلى مستشفى رشيد العام. وقال اللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية بالبحيرة إن قوات حرس الحدود تمكنت من إنقاذ وضبط 150 شخص
من ضحايا المركب. الحقيقة مأساة مروعة، وتخلينا نقف كثيرا أمام هذه الأزمة وهذه المشكلة. وطن لم يضن على أبنائه، لماذا يلقون بأنفسهم إلى التهلكة في مركب صيد غير مجهز للإبحار الحقيقة ساعات طوال، ثم محاولة الدخول إلى بعض الدول الأوروبية بشكل غير شرعي، إما أنه بيتم إلقاء القبض عليه أو بيعود جثة هامدة أو ربما لا يعود إطلاقا من البحر الذي يبتلع الكثير من الجثث. الأمر يحتاج إلى دراسة الحقيقة. عموما بنعزي أبنائنا وأسر الشهداء والغرقى، يعني لا نزكيهم على الله ولكن نحسبهم كذلك من شهدائنا، وندعو الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. خلوني أخذ حضراتكم لموقع مبتدأ وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب الأزهر يعلم طلابه احترام الأديان الأخرى. استقبل اليوم الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لورانس فيستهوف سفير هولندا بالقاهرة، وقال الطيب إن مصر لم تتأثر بالتوترات السائدة في المنطقة بفضل الوسطية التي يرسخ لها منهج الأزهر، مضيفا أن الأزهر يعلم طلابه أن الإسلام دين يحترم الآخر ويتقبله ويرفض التشدد والتطرف كما يرفض التفريط في حقائق الدين وثوابته. من جانبه قال السفير الهولندي بالقاهرة إن مصر عريقة بآثارها وحضارتها التاريخية ولديها تاريخ ديني عريق، مشيرا إلى أن الأزهر يقدم مثالا يحتذى به لتدريس الإسلام الحقيقي في العالم، وهو ما جعل هولندا حريصة على التعرف على آراء الأزهر في القضايا الشائكة التي تشغل العالم. من مصراوي وزير الصحة، القمح المستورد لا يمثل أي خطورة على صحة المصريين. قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة إن القمح المستورد يخضع لعملية تنقية على أعلى مستوى، بما يؤكد خلو القمح من فطر الأرجوت نهائيا بنسبة 0%. وأضاف وزير الصحة في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء إنه ليس صحيحا أن القمح المستورد يؤثر على صحة الإنسان، مؤكدا أن القمح يتعرض للفلاتر المغناطيسية والغربلة ثم الغسيل والتجفيف قبل الطحن وتحويله إلى دقيق. حضراتكم عارفين الحقيقة كان في أزمة مؤخرا بعد ما أخذ السيد وزير الزراعة قرار أنا بسميه قرار غير مدروس بوقف استيراد القمح اللي بيحتوي على نسبة 5% من الأرجوت أو تزيد، وبالتالي تم رفض عدد من الشحنات كان أبرزها القمح الروسي، وده عمل مشكلة كبيرة جدا. هيئة السلع التموينية للمرة الثالثة لغت الحقيقة مناقصة لتوريد القمح لأنه لم يتقدم ليها أحد، خصوصا أنه إحنا بنستورد 10 مليون طن قمح من الخارج، 7.5 منهم من دول باردة بيظهر أو بينمو فيها هذا الفطر على القمح، في نسبة عالمية متعرف عليها لا تؤثر بالفعل على صحة الإنسان. ما الذي حدا بوزير الزراعة أنه هو يتخذ هذا القرار ويثير أزمة دولية، ثم روسيا ترد بأنها تقوم بحظر استيراد بدءا من اليوم من 21 الخضروات والفاكهة المصرية؟ الحقيقة مش عارف. ثم تقوم الحكومة وسفيرنا في روسيا بجهد جهيد في محاولة لإنقاذ ما يمكن أنقاذه، وتعود الحكومة عن قرارها الذي لم يكن بالأساس له يعني أي مرجعية علمية. الأمر الحقيقة بيحتاج بس من وزرائنا إن هم يدرسوا تبعات والقرارات قبل ما ياخدوها، لازم تكون مدروسة كويس، لازم يكون عنده بعد ودراسة لكل شيء، ويشرك معه هناك ما يسمى بالتضامن الوزاري، والحقيقة الأمر ما بقاش قرار عنتري من شخص واحد، يعني موضوع شائك نتمنى بس أنه ينتهي. يعني من البوابة نيوز، قطار يشطر جسد طفلتين أثناء عبورهما مزلقانا مخالفا بالأقصر. لقي الطفلتان مصرعهما اليوم الأربعاء بعد أن دهسهما أو بعد دهسهما أسفل عجلات قطار قادم من القاهرة إلى أسوان أثناء عبورهما من منفذ غير شرعي بعد مزلقان القضة جنوب الأقصر. تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة التي تولت التحقيق. كان اللواء عصام الحملي مدير أمن الأقصر تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث اصطدام قطار بطفلتين على بعد من مزلقان قرية القضة التابعة لمجلس قروي الشغب. رحم الله أيضا الطفلتين. يعني مشكلة المزلقانات لا تنتهي، بس المشكلة أن ده
مزلقان غير شرعي، يعني الاهالي جم في منطقه كده وكسروا سور السكه الحديد او عملوا هم مزلقان من تلقاء انفسهم، وكانت النتيجه طبعا انه ما فيش اي معايير امن وسلامه على هذا المزلقان، واودى بحياه طفلتان بريئتان. ندعو الله ان يتغمدهم بواسع رحمته وان يسكنهم فسيح جناته وان يعوض اسرهما يعني عنهما وان يجزيهم خير الجزاء. الحقيقه دي كانت مجموعه من الاخبار السريعه والمهمه اللي توقفنا فيها مع حضراتكم بالقراءه. سناخد فاصل قصير، نرحب بعده بضيوفنا في الفقره والحلقه الكامله المخصصه للانشاد الديني كعادتنا كل اربعاء، لنسمع ونستمتع بالمديح في المصطفى صلى الله عليه وسلم. ابقوا معنا مشاهدينا الكرام. نسب شريف طاهر زاد الورى عزا وإجلالا ومجدا زاخرا. نسب شريف طاهر زاد الورى عزا وإجلالا ومجدا زاخرا. نسب شريف طاهر زاد الورى عزا وإذلالا ومجدا زاخرا. لا زال يعلو شأنه وكماله حتى بدا في الكون مسكا عطرا. وكيف لا فيه المصطفى، وكيف لا والعهد فيه المصطفى الهاشمي من كان بدرا نيرا. فأصوله وفروعه بكماله، فأصوله وفروعه بكماله نالت من المولى عطاء وافرا. الله. أصوات عديدة ترتقي في دنيا الإنشاد، منها ما وصل إلينا وأصبح نجما ساطعا في سماء الإنشاد الديني، ومنها ما نكتشفه ونتعرف على تجربته وإبداعه المميز سويا. الآن وكما عودناكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع نلتقي مع فقرتنا الخاصة بالإنشاد الديني لنستمع سويا لمنشدين أكرمهم الله بنقاء الصوت وروعة الإبداع، تتألق حناجرهم بمقطوعات إبداعية تحلق بنا في سماوات الحب الإلهي والمديح النبوي بفن راق يفتح أبوابه لأصحاب الأصوات العذبة. اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي الكرام في هذه الليلة ونتعرف منهم عن تجربتهم في عالم الإنشاد ونستمع إلى المزيد وأجمل الابتهالات والأنشودات التي تطرب الآذان وترتقي بالأرواح. أرحب في البداية بالشيخ وليد شاهين.
وبطانته. الشيخ وليد اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ارحب بيك وبحييك. يعني الله يكرمك. معانا نخبه هايله من الشباب الحقيقه. حسين عزمي اهلا بيك. أهلا حسين بيك. احمد أهلا البربري اهلا بيك ابو حميد، وايضا احمد زغلول اهلا وسهلا. نوري الله يخليك. ايه الحاجات الحلوه اللي سمعناها دي؟ شيخ وليد عايزك في البدايه طبعا اتعرف عن تجربتك يعني، وامتى بدات انشاد، احكي لنا القصه. انا متربي في حي بولاب العلا. اتربيت في مسجد السلطان ابي العلاء طبعا من وانا في مرحله الابتدائي، وانا اجلس تحت دكه الشيخ محمد الطوخي عليه رضوان الله ورحمته، اللي هو ليه اغنيه شهيره ماشي في نور الله، وليه حاجه كتير جدا بس الناس فاكره له ماشي في نور الله ومشتاق لنورك يا نبي. هو كان منشد له يعني ما يشق له غبار، ومن مدرسه تلحين الكلمه وليس تلحين الجمله في الانشاد. فكبرت وانا بحب الانشاد، ووجودي في الجامع ده خلاني اكون متلقي لكافه المشايخ، والتقيت بالشيخ محمد عمران ما شاء الله، والتقيت بالشيخ ممدوح عبد الجليل. بس ممكن هناخدها بالترتيب. في فتره وجود الشيخ محمد الطوخي لما خلصت الجامعه بتاعتي واشتغلت في مجال الصحافه كمان، اشتغلت في مجال الصحافه في احد الصحف القوميه، وكنت بمارس الأذان والتواشيح كده يعني على قدي، هواية لغاية في سنة 92 قلت أنا عايز أدرس في معهد الموسيقى العربية. في معهد الموسيقى؟ آه. دي كان أول بداية لصقل موهبتك في مجال الإنشاد؟ آه في مجال الإنشاد. درست من 92 93 94، ثم في 95 عملت دراسة في المقامات الشرقية كيفية التنقل ما بينها، وفي 96 عملت دراسة في الموسيقى الدينية، التعرف على الموسيقى الدينية في الترانيم والفرق بين الترانيم الأرثوذكس والترانيم الإنجليزية، حاجة كده حبيت أتخصص فيها فبقيت ملم بالموضوع ده. ثم في 96 بدأت أمارس الموضوع ده بشيء من الاحترافية، وكونت فرقة العشق المحمدي. كونت فرقة. اتمرنت على قديم مين او مين اثقل موهبتك او ساعدك؟ اقول يعني لحضرتك، هو الاول الشيخ محمد الطوخي. لما خدت الاذن منه بعد ما خلصت المعهد مباشرة التقيت بالشيخ ممدوح عبد الجليل عليه رحمة الله، وكان بيجي مولى سيدنا السلطان، وتعرفت عليه وطلبت منه التقي بيه، فخدني مش في فرقته العادية، بقى فرقة اسمها فرقة الانشاد الديني الصوفي بالأوبرا. وقعدت وراء أردد سنتين كورس أو بطانة. ويمكن ده اللي خلاني في الأوبرا خلاني عند يعني معظم المشاهدين الجيدين خرجوا الحقيقة من بطانات المشايخ. ما هي أقول لحضرتك حاجة، يعني مثلا سيدنا الشيخ طه الفاشني كان عضو في بطانة سيدنا الشيخ علي محمود. يا سلام. وبطانة الشيخ علي محمود كان فيها سيدنا الشيخ زكريا أحمد. يا سلام. وكان فيها الشيخ محمد الفيومي وهكذا. فالبطانة تفرز مشايخ أو صحيح. تفرز حد عنده القدرة على الإدارة وعلى القيادة، وزي سلم واستلم. وكونت الفرقة الحمد لله، وسافرت بيها بلاد كبيرة، ومن ضمن المشايخ برضو اللي اتأثرت بيهم بعد الشيخ ممدوح بجيلي رحمة الله الشيخ بيوم اسكندراني، أبو الشيخ طالس اسكندراني اللي هو أستاذ مدرسة إنشاد ربنا يبارك فيه. الشيخ ابراهيم اسكندراني التقيت بيه اربع مرات، وسيدنا الشيخ عمران سمعته مرتين لايف، كنت قاعد ما شاء الله تحت رجليه كده. انت بتعلم بقى على دين العظماء يعني. انا واخد يعني ايه شاربها من الشيخ يعني. يعني كفايه. انا جاي عليا وقت انشدت ببطانتي في وجود الشيخ محمد الطوخي قبل ما يتوفى بثلاث سنين. كنت في مولد سيدنا السلطان، وانشدت انا والبطانه ايها المختار ونسب شريف واسماء الله الحسنى. فوجئت وانا خارج انا والشباب، قال لي خد يا دوليد. طبعا شيخ طوخ بيقول لي خد. قلت ده الدنيا مش مظبوطه. قال لي اوعى تبطل اللي انت بتعمله ده، ما تبقاش زي المبتهلين السهلين، يحفظ قصيده يفضل طول عمره بيقول القصيده دي. اوعى تبطل الانشاد الديني الجماعي. ومن هذه اللحظه ما بطلتش الانشاد الديني الجماعي اللي هو البطانه. ده ممكن الشباب يتغيروا، حد الشباب الحمد لله ما بيتغيروش كتير. بس بيبقى عندهم القدره بعد كده ان هو فيما بعد لو هو غاوي يثقل هذه الموهبه. طيب هنحكي كتير تاني.
احمد وحسين واحمد ممكن بالهم قد ايه معاك ولو عايز هو يسمعهم هو كل واحد يتكلم عن نفسه بس يمكن الراجل ده اقدامهم وبعدين ده اقدام شويه وبعدين البربري ده راجل فنان كبير جدا في الجامعه كل واحد يقدم نفسه عرف نفسه كلم نفسك حسين انا يعني موضوع الانشاد ده طبعا حاجه ليه الانشاد مش حاجه تانية مرتبطه بالصوت يعني لانه ارقى واقيم واقوى انواع مش عاوز اقول الموسيقى او التطريب او الفن راقي جدا وعالي جدا فطبعا حاجه انت واخدها هوايه ولا محترفها حسين لا هي كانت هوايه ودلوقتي انا في يعني في احتراف في المهنه هي لانها تشد ومتحف ذات الله وسيدنا النبي يعني فشيء طبعا جميل يعني بتستمتعهم باداء الاناشيد وبتلاقوا جمهور متيم يسمع باهتمام سميع بربري انت احدث عضو في الفرقه احدث عضو مع الشيخ وليد في علاقه لدراستك بالانشاد الديني ولا ده حاجه واخد الانشاد لا دراستي اداب لغه عربيه ملهاش علاقه اداب لغه عربيه طب ما فيها علاقه برضه يعني لغه إيه؟ عربيه برضه والتاريخ والطلعه هي يعني اللغه العربيه فادتني في المخارج الالفاظ طبعاً. في كده يعني فاهمني حضرتك النحو برضه يعني كل الحاجات دي فادتني يعني تعرفت على الشيخ وليد ازاي والضبط الشيخ وليد انا تعرفت عليه هو سمعني تمام فتفضل مشكورا واتكلمت معاه ورحت له البيت قعدت معاه بس ومن ساعتها بقى يعني بقى في علاقة طيبة بيني وبينه يعني الحمد لله جميلة جدا يعني احمد فتاح احمد زغلول احمد زغلول احمد بربري اصح عفوا يا احمد انا اتعرفت على الشيخ وليد شاهين في احدى حفلات الساقية سيد صاوي كانت صدفة واحدة سمعني وعجبته وقال لي ان شاء الله انت وانت بتحب الانشاد الجماعي وانك فضلت انك تشتغل مع الشيخ والدي منشد ديني ما شاء الله الشيخ محمد زغلول طبعا. حاجه كبيره جدا طبعا محمد ده اتربيت على سماع الانشاد الديني حبيته برافو عليك ما بقتش اعرف اعمل الا هو بس هو كل حياتك يعني لا هو جزء كبير من حياتي عظيم مش كل حياتي لكن هو جزء كبير من حياتي ربنا يكرمك ان شاء الله الله يخليك يا شيخ ايوه يلا هاتي ما عندك سمعونا ايه هقول حاجه كده ارتجالي للفقير كلنا اذن صغير سيدي يا رسول الله سيدي يا رسول الله ذاك الذي طاب الزمان ذاك الذي طاب الزمان بذكره حبيب الله ذاك الذي طاب الزمان بذكره وتعطرت طرق الهدى من عطره وإذا النسيم الرطب مر بروضه أهدى نسيما صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما أحسنت شكرا تقلت لي انك رفعت الأذان في بداية هل فكرت تقرا قران يا اسامه مع حلاوه الصوت دي ولا انشاد على طول هو اللي شدك انا بقرا قران بس بقل منه ليه
دراسة النغم ممكن يعني في بعض الحين تخليني كده ميال ان نظبط النغم قوي، فاخاف يعني ايه الواحد تلحين يعني يبقى في حركة حركتين، فالواحد بيخاف ان هو يعمل الموضوع. لكن انا بدرس علم قراءات وبدرس نغم للمنشدين والقراء والمغنيين ما شاء الله. يعني انا في اواخر التسعينات بدات ادرس للمطربين والمرنمين، انا رنمت دربت 5 مرنمين من اللي بيقولوا الترانيم من اخواننا المسيحيين 3 انجليين و2 ارزوس ما شاء الله. حتى اذكر الاول واحد تعرفت عليه كان في الاوبرا وبيقدم رجل، انا ممكن اتعرف بيه، قلت له انا اسمي الشيخ وليد، قال لي طيب انا عايز اتعلم مقامات، وقلت له ماشي، قال لي بس، قلت له انت انت انشاد هو ترانيم يعني لا انا كنت رايح لابس بدله وما يعني هو يعرف ان انا ايه، حد قال له ده بيدرس علم نغم، انا عايز اتعلم علم نغم، قلت له ماشي بس انا مسيحي، قلت له العلم ملوش دعوه بالديانات، لا مسلم ولا مسيحي ولا يهودي، قال لي انا ممكن، قلت له ومن هنا هو كان بيشتكي انه سنه كان 30 سنه وكان لما يقف في الجوقه، هما هنا احنا هنقول بطانه، هناك بيقولوا جوقه او له كورس، يحصل ان صوته يتعب، ما عندوش القدره ولا الباور ان هو يعلى بصوته وحاجات زي كده، فبالتالي محتاج تدريب يعني. كان محتاج تدريب وعايز يسمع شرقي، وبعد 10 جلسات الحمد لله بقى بيقول بممتد طلاق. والراجل ده بعد ما حصل التغيرات دي كلها جه على حسه 4 مرنمين تانيين. عظيم. فالحمد لله يعني انا بوظف علم. طب ما عملتش تجربه بقى حد مرنم كده معاك كده تعمله دويتو ولا حاجه؟ انا عملت التجربه واتقالت في قناه الحياه. مرنم اسمه مايكل رضا. بني ادم جميل جدا، ويعني التجربه سببت نجاح كبير جدا. هايل. وعملنا يعني قلناها في كنيسه الانجيليه، عملنا حاجه عن مصر سوا. هايل. وهو قال حاجه وانا قلت حاجه تانية، ويمكن انا الحمد لله يعني قدر لي في هذه الخمس سنوات ان اقول ابتهالات جوه الكنيسه. بدانا بحاجه عن مصر، ثم بحاجه عن مريم البتول، انا عامل ترنيمه يعني مدح ستنا مريم البتول، وبعدين ثم بعد كده طلب مني اقول ابتهال، فقلت ابتهالات جوه الكنيسه، ودي يعتبر المره الاولى ان شيخ يقول ابتهال جوه الكنيسه. ده جمال المصريين وتسامح الاديان والوحده اللي احنا عايشينها، بعيدا عن التعصب المقيت والناس اللي مش فاهمه الحقيقه. والله ده هو ديننا، ابو الوسطيه وابو الانسانيه كلها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اذى ذميا فقد اذاني. طيب هسالك عن المدارس المختلفه في الانشاد، وانت الى اي مدرسه بتنتمي يا شيخ وليد؟ بس بعد ما نسمع حاجه، سواء انت والبطانه او انت لوحدك، حد بقى من الشباب يسمعنا حاجه كده، نبتدي بالمين؟ ممكن ابدا؟ اتفضل يا حسين. تمام. لا إله إلا الله، لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الله الله الله. والأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. سبحان ربي العظيم.
سبحان ربي الحليم سبحان من هو بحال العباد عليم الله الله سبحانه وتعالى سبحان الله عفوك ورضاك يا رب اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك بنا علينا قادر والطف بنا والطف بنا والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام أحسنت حسين إن شاء الله وسلم وبارك على سيدنا ده أي نوع من أنواع الابتهال ولا توشيح ده ابتهال ده ابتهال. هو خماس بس يصلي يزل الفجر كده نوم يصلي صلاة الفجر بتاعت الناس يوثش كده إيه الفرق إيه الفرق بين الأنواع ابتهال توشيح لا الابتهال ده حاجة مرتجلة هو بص يعني هنعمل موازنة كده الابتهال أكنه موال بس موال دين يعني مثلا بدل ما يقول يا ليل يا عين بيقول إلهي هو الصييد او الاويل او الشيخ هو حر ينتقل من مقام الى اخر هو اللي سايق لكن التوشيحه ملتزم يعني ملزم ان هو بياخد من البطانه يقول ولازم يرجع يسلم لهم من نفس الدرجه اللي كانوا بيقولوا منها عشان يقولوا صح يعني البطانه فيها التزام لكن الارتجال موضوع سهل شوية الشيخ بيرتجل ويروح ويجي سواء موال أو سواء ابتهال والاتنين من نفس الموال حاجة بتتكلم على العظة عن الزمن عن الصداقة أما الابتهال حاجة بتتكلم على التوبة عن الاستغفار عن التوبة دعوات لله ففي فرق بين هذا وذاك يعني والإنشاد؟ لا الإنشاد ده قلنا أنشودة عبارة عن بطانة توشيحه زي مثلا ميلاد طه ونسب شريف من هذا القبيل وفي يعني اليومين دول الشباب بتخلط ما بين في فرق بين بسال حضرتك السؤال ده عشان نوضح بس الغناء الديني حاجه ايوه الغناء الديني مثلا يعني هقول مثلا قمر ده غناء ديني بس مش انشاد زي طلع البدر علينا بس في فرق بين طلع البدر علينا في الغناء ده غنى من مقام السيكا قمر الدين من مقام البياتي الشباب بيقولوها غناء سهل لكن الانشاد والتوشيح ده حاجه تانية تمام بس هتقدم لنا حاجه معايا ولا البربري هيرد إيه يلا سمعنا حاجه عن البربري كل من كل من كل من يفهم عني ما أقول
فصل القول فصل القول فذا شرح يطول. الله الله الله. أنت لا تعرف إياك ولا تدري من أنت ولا كيف الوصول، كيف تدري من على العرش استوى، لا تقل كيف استوى كيف النزول، كيف تجلى الله أم كيف يرى، فلعمري ليس ذا إلا فضول، هو لا أين ولا كيف له، وهو في كل النواحي لا يزول، هو لا أين ولا كيف له، وهو في كل النواحي لا يزول، جل ذاتا وصفات وسماء وتعالى قدره عما نقول. سَمَّاكَ رَبُّكَ فِي الْقُرْآنِ مُحَمَّدًا.
محمدا ذو رأفة ذو رأفة ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سمك ربك في القرآن محمدا نادت بك الرسل الكرام فبشرت وملائك الرحمن خلفك سجدا ما شممت الورد إلا زادني شوقا إليك ما شممت الورد إلا زادني شوقا إليك نادت بك الرسل الكرام فبشرت وملائك الرحمن خلفك سجدا وإذا ما مس غصن خلته يحنو عليك يا حبيبي وإذا ما مس غصن خلته يحنو عليك نادت بك الرسل الكرام فبشرت وملائك الرحمن خلفك سجدا وإذا ما مس غصن يا حبيبي وإذا ما خلته يحنو عليك نادت بك الرسل الكرام فبشرت وملائك الرحمن خلفك سجدا أنت تدري ما حل بي من مقلتك يا حبيب أنت تدري ما حل بي من مقلتين رشق القلب بسهم قوسه من حاجبيك نادت بك الرسل الكرام فبشرت وملائك الرحمن خلفك سجدا كل حسن في البرايا يا حبيب كل حسن في البرايا في البرايا نادت بك الرسل الكرام فبشرت وملائك الرحمن خلفك
خلفك سجدا لا يحصي فضلك ناسر أو كاتب عددا ولا الشعراء يا غوث الندى يا غوث الندى طه صلاة الله مني سرمدا ثم السلام عليك يا نجم الهدى يا رب هب لي من لدنه شفاعة واجعل كتابك حجة لي شاهدا. الله أحسن. ايه قصة ايها المختار؟ قصتها ازاي؟ تراث يعني؟ لا تراث قديم من الشيخ طه الفاشني عليه رحمة الله. نعم. و- 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 وال- والشيخ النقشبندي قالها والشيخ عمران قالها. بس هو بقى الحرفية في الارتجال غير الشيخ او السيد يرتجل الارتجالات خلاف الشيخ اللي قالها الشيخ طه الفاشني. والفقير بيجتهد انه هو يعمل ارتجالات خلاف صوت سيدنا لان احنا هنروح فين من صوته وادائه عليهم رحمه الله جميعا. مهتم انت بالمدرسه المنشدين العظام وهسالك عنها، بس كان في تعليق عن اللي قاله احمد البربري للشيخ الباوي قبل الفاصل، مش كده؟ كنت اسمع حاجه شويه. فضيله سيدنا الشيخ محمد الباوي عليه رحمه الله، انا يمكن تعرفت عليه اخر 5 سنوات في حياتي. انا كنت يعني كنت بعلم علم النغم بوجود آلة العود، يعني أنا بعزف وتعلمت أني أوصل البياتي بالعود، وتوصيل النغم بالصوت فقط ما كنتش مهتم بيه قوي. فكان في بعض الشباب اللي عايز يدرس علم النغم فيجي يشوف العود وبتاع، فالآراء القديمة واللي عليها بعض يقول لك تحفظات العود ده حرام، فكانوا إيه يمتنع عن أخذ العلم مني. فكنت موجود مع دكتور في جامعة الأزهر اسمه الدكتور جمال عبد الباري، فقلت له موضوع كذا وكذا وكذا، قال لي انت لازم تلتقي بالشيخ الهلباوي وتاخد منه العلم النغم من الفم للأذن دون استخدام آلة. قلت له بس انا دارس. قال لي مالكش دعوه، كلمه تليفونيا. قال له يجي لك شيخ اسمه الشيخ وليد شاهين وعايز اخد العلم النغم. فدوب اخدت حوالي 4 أو 5 جلسات. عظيم. في الجلسه السادسه كان عندي حفلة في صندوق التنمية الثقافي بالأوبرا، وسيدنا الشيخ الباوي كان عنده حفلة. يا سلام. فالبوستر نزل 3 بوسترات، البوستر بتاع الفقير كده، بوستر سيدنا كده، والبوستر الشيخ الثالث مش فاكره ايه. المهم رحت له اليوم ده، كانت الساعة 11، فلقيته مش يعني مش زي كل مرة. قال لي أنت بتلبس عم حلو يا دي يا وليد. قول له أيوة مولانا بتعلم يعني. قال لي انت بتنشد؟ فكان عنده لابتوب على المكتب وقال لي اقعد على الكرسي، وراح ضرب كده عمل بحث وطلعت 3 صور. قال لي ما انت بتقول في الاوبرا. قلت له والله يا مولانا انا اقول لك انا عايز اخد علم النغم من الفم للاذن من عند حضرتك دون استخدام آلة، لان في بعض العقول بتقول لك العود له والمعازف يعني. قال لي يعني هو الموضوع كده؟ قلت له ومن وقت رابع جلسه تعرف على الفقير ان هو دارس ويريد اخذ العلم. انت مش قلت له في البدايه ان انت دارس؟ ما قلتلوش. ما هو الدكتور جمال عبد الباري قال لي ما تقولوش. فانا تعمدت امشي تبع النصيحه ما خطت الي. فصارت صداقه، وكنت يعني كنت الجلسه الساعه ونص كل اسبوع بقعدها كنا بنتناقش في تفاصيل الايه المقامات وفروع المقامات وكيفية العلم ده يتاخد من غير آلة العود، وكنا بنسمع كبار المشايخ القدامى، ويعني الحمد لله عليهم رحمة الله جميعا. انت متأثر بمين من المشايخ القدامى؟ يعني معروف الإنشاد الديني مدارس، هل انت بتنتمي المدرسة او في حد انت متأثر بيه او يمثل قدوة بالنسبة للشيخ وليد شاهين؟ يعني تأثرت بشيخ معين. هو انا يعني اتأثرت بسيدنا الشيخ ممدوح عبد الجليل وسيدنا الشيخ الطوخي. وسيدنا الشيخ عمران عليهم بمين رحمة الله، ده
انا اذكر ان هو انا يعني سمعته مرتين، وفي المرتين ده الراجل عليه رحمه الله ده كان متواضع جدا. اول مره بسمعه بقول له انا اسمي وليد شاهين، كنت يعني كنت بمارس كده الانشاد، قال لي ازيك يا حبيبي، وكان مشهور كلمه ايه يا حبيبي دي بيقولها لاي حد، وصوته كان مولانا حلو بتاع، قال لي انا هاجي سيدنا السلطاني سيدنا السلطان وعايز اسمعك. جه المره الثانيه وسمعته وقعدت تحت رجليه، قلت له يا مولانا انا قال لي انا عارفك وسامعك، اقعد اسمع انا اقول ايه. بعد ما خلص قلت له مولانا صوتك جميل قوي، قال لي ده انت عندك الشيخ الطوخي. بص الادب والاحترام، قال لي انت عندك المدرسه. قلت له يا مولانا انت مدرسه هو مدرسه. يعني انا اذكر لهذا الرجل المؤدب الموسيقي الفنان اللي عنده البرجل السمعي متفتح جدا، قال لما تلاقي شيخ منشد البرجل السمعي متفتح يعني ايه. سيدنا الشيخ ابران كان بيسمع عبد الوهاب وكان بيسمع غربي وكان معاه عازف الكمانجا المشهور عبده داغر، وكان طبعا في كل سهراته. فالراجل ده خلق وادب وذوق وثقافه منفتح على الجميع. عظيم. يمكن انا بنصح كل المنشدين ما يسمعش مدرسه واحده، يسمع على قد ما يقدر. طيب انا ما اعرفش انتوا مجهزين لنا ايه دلوقتي ولا انت هتقول لنا نسمع احمد زغلول؟ بس الزملاء في الكنترول بيوصوك يعني لو في فرصه يسمعوا مولاي منك هيبقوا سعداء، لو 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 انت محضرها او بتحب تقولها. يعني الناس متاثره قوي بالنقشبندي في على اعتبار بقى انه بليغ حمدي، وانت استاذ نغم بقى شيخ وليد. والله انا يمكن احنا معانا مولاي بتاعت القديمه اللي هي مقام السيكا، مش يعني مش محضرينها يعني. تمام. ويعني الاعتراف بالحق اكبر فضيله يعني. انا قلت اسالك قبل ما لا 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 يعني هدوله حاجه معايا ولا هنسمع احمد زغلول؟ نسمع احمد زغلول ونقول حاجه ونقول حاجه معايا. يلا اتفضل يا احمد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يوم ميلادك يوم أمجد فيه الخير أتى وتقدم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هل النور علينا طه وضعت سماء فعلاها هل النور علينا طه وضعت سماء فعلاها والأرض أنار محياها والأرض أنار محياها والقمر تلألأ وتبسم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. والطير يغرد ألحانا والغصن تمايل فرحانا والطير يغرد ألحانا والغصن تمايل فرحانا وابتهج العرش وازدانا وابتهج العرش وازدانا والكرسي والقلم الأعظم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. والكسر لواء قد كسرا والكفر تزلزل واندسرا والكسر لواء قد كسرا والكفر تزلزل واندسرا وإيمان حل وازدهرا وإيمان حل وازدهرا شكرا لله بما أنعم صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم. يوم ميلادك يوم أمجد فيه الخير أتى وتقدم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم إن شاء الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أنا محضر حاجة يعني يا ريت حاجة عن مدح في ستنا فاطمة الزهراء. يا سلام. إني أنا الباحث عن الهوى وأنا الذاكر لي قلب في حب آل البيت، لي قلب في حب آل البيت يتفاخر، أقول في ابنة الحبيب ونور عيونه، أقول في ابنة الحبيب ونور عيونه. فيا جموع الأحبة بالشزاء تعطروا، هي بضع من من آزها فقد آزاه، من آزاها فقد آزاه، ومن ودها يطيب بخاطره الأشواق. هي البتول والصابرة، وهي المسك للأرواح والعنبر. يا فاطمة يا زهراء، يا أم الحسنين، أنت تاج النور، وأنت الجوهر، أنت تاج النور وأنت الجوهر. اللهم صل وسلم وبارك على
بك صلى الله عليه وسلم. برحب بحضراتكم مجددا في ليلة الإنشاد الديني مع الشيخ وليد شاهين وبطانته. أهلا بك يا شيخ وليد. اهلا وسهلا بك حسين واحمد البربري واحمد زغلول، الحقيقه متعونا وحضرتك كمان الحمد لله. واسعدتنا قبل الفاصل بحاجه عن فاطمه الزهراء رضي الله عنها. هي دي ليا صديق شاعر اسمه وليد عبد المنعم، اثناء احداث مسبيرو طلبت نعمل حاجه عن مريم ستنا مريم البتول، تكمل الحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان كامل من النساء اربع: مريم ابنة عمران، وفاطمة بنت محمد، وخديجة زوجة محمد، وأسيد زوجة فرعون. فبدأنا بمريم البتول، عملناها أثناء أحداث مسبيرو وعملت صدى جامد جدا. من فترة قريبة طلبت منه نكمل بقية السلسلة الجميلة الطيبة دي، فطلبت منه حاجة عن سنة فاطمة الزهراء، وبدأت يعني بذاكرها وبشوف ايه اللي يتقال. فتعتبر في قناة الناس هي السبق الاول اول مره تقولها، يعني اول مره تتقال على الملأ يعني. عظيم. فارجو نكون سبت اثر كويس على الناس. عايز اسالك عن الفرقه، حيث حفلات يعني واضح بتروح الساقيه الاوبرا، سافرتوا بره مصر يا شيخ وليد؟ والجمهور بيستقبلكم ازاي؟ اقول لحضرتك حاجه، انا سافرت قبل الثوره، سافرت الاردن، سافرنا تركيا، سافرنا عمان. بره الجمهور يستقبل الانشاد الديني المصري بمنتهى الادب والاحترام. يا سلام. طبعا هذه العمه، يعني انا اذكر في الاردن انا كنت لما بمشي بالعمامه ومعايا الشباب، انا كانوا بيوقفوني: طب سمعنا، طب انت بتنشد ايه؟ هم عارفين انت منشد ولا ولا عالم ازهري؟ عشان عالم ازهري بس ابوك عرف ان انت منشد، تقول لك سمعنا حاجه. كنت قضيت 10 ايام في رمضان هناك في الاردن، واذكر ان في حفله من الحفلات كان في احد اعضاء الاسره الهاشميه وكنت بقول نسب شريف. السلام. بعد ما قلتها المفروض انا هنزل خلاص، جالي مدير مسرح قال لي عايزين نسمعها تاني، قلتها كم مره. فراح واحد من الجمهور، راح واقف عليه الهيبه والقار، قال لي: يا شيخ اسمعنا ومتعنا بنسب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا هم من الاشراف الهاشميين، فقلتها 4 مرات اذكرها. سبت اثر كويس جدا الحمد لله. الانشاد بيرتقي بالنفس، وهو عامل جيد جدا لتوحيد الشعوب الإسلامية. هنسمع ايه؟ نقول مولاي. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلاً وكرم. مولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلاً وكرم، فضلاً وكرم. فالمرجع والمآل والكل إليك عرب وعجم، عرب وعجم.
يصلح للعرض عليه بل صار عادا ما لي عمل يصلح للعرض عليه بل صار عادا فرحا يديه إن زل قدم. يا سلام ما شاء الله. في الخارج بيستقبلوا انشاد المصري كويس، طب في الداخل؟ هو في الخارج في الداخل بدأ يعني الدنيا تبقى كويسة، بس هو في مثل يقول لك زمار الحي للاسف للاسف في مصر يعني، بس يعني الناس بدات الانشاد الديني بدا ياخد مجرى بعد تكوين نقابه المرشدين بقياده الشيخ محمود ياسين التهامي الله يبارك له، ومع الشيخ طه ومع الفنان علي الهلباوي ومصطفى النجدي، كلهم عاملين زي كتيبه كده لتسليط الضوء على الانشاد وتخريج دفع من المرشدين، ويعرفوا الشباب الفرق بين الغناء وبين الانشاد الديني. يعني بدا يبقى في رواج للانشاد الديني، ونامل ان الدوله تساعد النقابه وتساعد موسمي الانشاد الديني. شيخ هو للاسف في مصر، للاسف في مصر موسمي، لكن برضه بيعملوا له يعني. انا اذكر في تركيا السفريه اللي رحتها او السفريتين، السفرية منهم كان مولد سيدي جلال رومي، يعني انت متخيل مولد سيدي جلال رومي كانوا جايبين خمس فرق، فرقة من مصر وفرقة من سوريا وفرقة من فلسطين وفرقة من تركيا وفرقة من أذربيجان. فهو هنا في مصر للأسف بيعملوا الموضوع موسمي. ده لو فرضنا جدلا خدناه موسمي، احنا عندنا ست مواسم في الشهر في السنة ولا ايه؟ يعني عندنا العيد الكبير والعيد الصغير، وعندنا رمضان مولد النبي، عندنا مولد النبي نص شعبان ونص شعبان وليله 27 رجب، ادي ست مواسم بس، والاسراء والمعراج يعني في ست مواسم بس. هذا لا يمنع ليه ما تعملش حفلات شهريه. واقول لحضرتك حاجه، انا اذكر وانا طفل صغير يعني زمان كنت طفل يعني، كنت الصبحيه بعد قران الساعه 6 كان يجيبوا انشاد ديني في البرنامج العام. كنت وانت نازل الصبح كده تروح المدرسة تسمع أغنية دينية للشيخ الطوخي، أغنية دينية للشيخ الفيومي. فواجب الإعلام بتاعنا ان هو يبصر الشباب ان في تراث، يعني تراث. انا بتكلم على ذكر البرنامج العام والإذاعة، رأيك ايه في المنشدين الموجودين على الساحة الآن سواء المعتمدين في الإذاعة او خارجها مقارنة بالجيل المنشدين العظامي شيخ وليد؟ لا الجيل القديم ده مش هيعرف يجي زيه. تراكم، اقول لحضرتك حاجه، تراكم الخبرات الثقافيه. يعني لو عايزين هنقول سيدنا الشيخ مصطفى اسماعيل كان مين مرادف في الموسيقيين؟ محمد عبد الوهاب وست ام كلثوم وفكر اباظه، يعني هنقول يعني. اما دلوقتي في حدث ولا حرك، ربنا يرحمنا يعني. فانت تطلب هنطلب ايه من الناس؟ بس لما تسليط الضوء على الانشاد، وما يبقاش في رمضان بس. يعني الانشاد الديني ده يتعمل حفلات ببلاش. الانشاد الديني ده حاجه يعني حاجه سريعه جدا ترقرق القلب. اقول لحضرتك حاجه، انا لما مدحت مريم البتول في الكنيسه او ده نوع من الانشاد الديني طبعا، وصلت للاخر ان المسلمين والمشايخ بالذات يجلوا ويحبوا ستنا مريم طبعا، وبينت ان في لينك وفي صفاء وفي موده وفي محبه. يعني عايزين هو اللي بيعمل التجربه دي الفنان علي محمد الهلباوي بيعملها مع ماهر فايز، وحاجه جميله جدا. عايزين ما يبقاش تجربه واحده، يبقى واحد اتنين تلاته اربعه، نكتر من التجارب دي علشان ايه؟ الشاب الصغير الطفل الصغير او الفتى الصغير يعرف ان المحبة والتسامح وجمال الدين، والاثنين بيدعوا الى الله صحيح، سواء المرنم
أو سواء المنشد كلهم بندعو إلى الله. يعني إعطاء الصفات الجيدة للشباب عشان يبقى فيه فكر وفيه تسامح. طب قبل ما اسمع منك حاجه يا شيخ وليد انت والفريق, في خوف على الانشاد من حاله المنافسه اللي موجوده, وجود بعض الفرق العربيه في مصر واصبح عندها جمهور كبير ومنتشرين اعلاميا وكده؟ طول ما في الازهر مفيش خوف. حتى وان تكاسل بعض الوسائل الاعلاميه, في ازهر, في قراء مصريين, في شيخ عمود قاعد, في شيخ مقرأة, هيفضل الإنشاد بتاعنا. وحتى أقول لحضرتك حاجة, حتى طريقة قراءة القرآن, القارئ المصري يحتمل الجينات والصفات اللي تؤهله يبقى قارئ يشار إليه بالبنان, القارئ والمطرب والمنشد, الصفات المصرية أصيلة في الموضوع ده. أقول لحضرتك حاجة, وجود المية والخضرة بتخلي صوت المصري سواء منشد أو قارئ أو مبتهل أو مرنم أو مغني حنين, مع اختلاف الأصوات الأخرى المنافسة يطلق عليها الأصوات الجبلية, يعني صوت قوي. أما صوت المصري الحنين اللي هو كان يمسك البوص اللي بيطلع في النيل ويخرمه ويعزف ناي ولا يدري ما هي النوتة الموسيقية, هو بالفطرة صوته حنين. الجينات المصرية تخلي القارئ والمرنم والمصري المصري ذو صفات لا تتخص. طبعا 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 طبعا. هنسمع ايه يا شيخ وليد؟ احنا عندنا حاجة ولا حاجتين؟ حاجتين ثلاثة يمكن. طيب يا مسافر نقول مستعجل انت؟ لا والله مش مستعجل, ساعة ما قعدنا ولسه ودي الوقت هيخلص. لا لا لا, نقول ميلاده طه. واحد اثنين ثلاثة. ميلاد طه أكرم الأعياد وبشير كل الخير والإسعاد, يا أفضل الرسل الكرام جميعين, أنت الشفيع لنا بيوم معاد, فضيك عم المشرقين بنوره منذ استنار الكون بحراء حقا كنت تخلو عابدا ربا كريما واسعا الإمداد, بحراء واسع الإمداد, وأتاك جبريل الأمين مبلغا قرآن ربك داعيا لرشادي وإلى رحاب القدس سرت مكرما وعرجت يا أصحابك دليل الهادي, صلى عليك الله يا خير
تبحث عن الهوى وأنا المتيم إني أنا الباحث عن الهوى وأنا المتيم قلبي قلبي يا شد لها والروح تترنم أقول في من لم يمسسها بشر بتول حملت بطفل كان في مهده يتكلم أقول في من لم يمسسها بشر جاءت لمصر تحتمي فاحتمت وفي مصر عيون وقلوب ترنو إليها وتحلم سلام عليك يا سيدة النساء كلهن سلام عليك يا عزراء يا مريم مفيش حاجه لخديجه طيب عشان تكتمل بقى والله انا مستني وليده الملعب يكمل والله بقيت السلسله وستنا اسيا برضو وآسيا من سيدات الفضليات يعني لازم في السلسله قادمه ان شاء الله يعني ان شاء الله ان شاء الله. شايف ان في تقصير اعلامي في حق الانشاد الديني يا شيخوي؟ ده مما لا شك فيه، رغم ان في قنوات دينيه دلوقتي او قنوات متخصصه في مجال الانشاد الديني وكده. ما هو اول حضرتك حاجه، ما لازم الدولة القنوات الفضائيات الأخرى عايزة المكسب فمش تكسب الإنشاد الديني، لكن التلفزيون المصري عليه عامل كبير جدا والصحافة المصرية لازم تسليط الضوء على هذا الفن الراقي الجميل ده 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 يعني ده يبقى سفير للإسلام وسفير للمسلمين ويعني تجربة نقابة المنشدين والشيخ محمود ياسين التهامي وعمل المهرجانات لاستقبال الفرق الأخرى دخل فيه رواج والشباب عايزة تتعلم، احنا عايزين بقى ده يتسلط عليه الضوء ونساعد الراجل الطيب ونساعد المدرسة في نشر هذا الفن الجميل للمدارس كمان، يعني المدارس الأطفال يتعمل فيها حفلات يعرف يعني إنشاد ديني عشان حتى العملة الطيبة تطرد العملة الغير طيبة، والعملة الغير طيبة طبعا حدث ولا حرج في هذا الزمن يعني من كذا لكذا لا داعي لذكر هذه الأصوات الغير طيبة بالمرة. فنأمل أن الإعلام بتاعنا يساعد القائمين على الإنشاد الديني بنشر هذا التراث. الإعلام بس ولا ممكن يكون سبب في أسباب نهوض الإنشاد الديني، ولا مطلوب حاجة أخرى من جهات أخرى ومن المنشدين أنفسهم؟ لا، المنشدين أنفسهم لو سلط عليهم الأضواء وتساعدوا بتثقيفهم واعلاء شانهم الثقافي، ولقوا ان هم اللي يعني في منشدين جدا على قدر كبير جدا من التعليم والفكر، محدش بيسمع لهم. اقول لحضرتك حاجه،
سيدنا الشيخ عمران ما حدش عرف قدره الا بعد انتقاله. وهذا للاسف 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 حط تحت الاسف 100 شرط. سيدنا الشيخ ممدوح بيجي لي نفس الموضوع ده، للاسف مشايخنا ما بنعرفش قيمتهم الا بعد انتقالهم. فيا رب يبقى يدينا الهمه ويدينا القدره على مساعدتنا ان احنا ننشر هذا الفن الجميل، وربنا كريم ان شاء الله، والدوله والاعلام وتصنيف واقع الفن الانشاد في مصر والعالم الاسلامي بشكل عام، هل هو متشابه يعني او الفن المصري ملوش شبه؟ ملوش شبه طبعا. مدارسنا مشايخنا البصمه المصريه، مع احترام كافة المدارس السورية والمدارس اللي هي من المغرب، هذا على رأسي مفقوع، بس المشايخ بتاعتنا ذو طابع مصري، ذو هرمونات مصرية، السمات المصرية مؤثرة في هذا النغم. مين على الساحة دلوقتي بجيبك أو بتسمع مين يا شيخ يعني؟ من أو بتتوسم فيه خير يعني حبيب؟ لا لا لا، من الشباب يعني، وعلى مثلا في من المنشدين الشباب الجمال جدا في محمود هلال ربنا يبارك له، في شهاب الدين احمد، دول الشابين دول من المنشدين القائمين على فن الارتجال وفن الانشاد، وناس بتذاكر وناس منشده مش مغنيه، وفي نفس الوقت قادره انها تعمل لك شيء من 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 السلطنه وهم بينشدوا. والمشايخ والمنشدين كتير الشباب، في محمد عاطف مصطفى عاطف تقصد؟ لا، محمد عاطف. في محمد عاطف وفي مصطفى عاطف برضه راجل منشد برضه جميل ويعني وعمل تنشيط للشباب ان هي عايزه تعرف هذا المجال، بس انا بتكلم على الانشاد والغناء الديني. المهم يبقى فيه نشاط. والنقابه والمدرسه لاعبين دور كويس في الاتجاه؟ طبعا طبعا، بس يعني هل من مزيد؟ يعني هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ ما ايد واحده ما تسقفش، ايد واحده ما تسقفش. اقول لحضرتك حاجه، في منشدين كتير جدا على الساحه، لو قلت لهم مثلا تعرفوا الشيخ محمود صبح؟ ما يعرفوش من الشيخ محمود صبح. الشيخ محمود صبح ده كان في الاربعينات والثلاثينات. الشيخ محمود صبح ده صوته كده زي وديع الصافي كده مره ونص ما شاء الله. الشيخ محمود صبح ده رحمه الله راح اتعلم علم نغم في تركيا خلاف تعليمه في مصر، وكان ازهري ويعزف ناي ويعزف بيان ويعزف عود ويعزف كمانجا، وليه غنى طلعات البلابل ولحق بدر التم. يعني لازم تبصرة الشباب بقدرة تراثهم ده على إعلاء هذا الفكر. صحيح. بس هتختم لنا بإيه إنشاد؟ نقول صلى الله على محمد وطلع البدر علينا في الآخر. يلا. واحد اثنين ثلاثة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها، وعلى الكرار أبي الكرمة، وعلى الزهراء وأبناها. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، أرضنا تزهو جمالا، طيرنا يجدو نشيط، طلع البدر علينا رحمة يوم الوعيد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، أرضنا تزهو جمالا، طيرنا يجدو نشيد، طلع البدر علينا علينا رحمة يوم الوعيد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، أرضنا تزهو جمالا،
طيرنا يشدو نشيد طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت الموالم مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع بيكم. انا اتشرفت بيك شيخ وليد والله. الله يبارك فيك. وبحسين عزمي واحمد البربري واحمد زغلول وان شاء الله نتمنى لكم مستقبل زاهر. يا رب نكون. قول لي ناويين على ايه يعني ايه اللي بتاعكم فعاليين في عندكم خطه عندك خطه؟ في خطه خمسيه ان شاء الله. يا رب ثلاث نقط. مزيد من تبصره الشباب بتراثنا ونعرف يعني ايه انشاد ديني وانشاد ديني جماعي عشان بعد يعني كام سنتين ثلاثة كده يبقى في انشاد ديني ببطانة ما يبقاش كله مغنيين. عندك والله حاجة موفق. في حفلة قريب ولا حاجة؟ ان شاء الله عندي في عيد الهجرة بأمر الله. ربنا يكرم. فين نجي لكم؟ احتمال كبير جدا تبقى في الساقية. تنزلوا مع جامعات او كده او مراكز الشباب؟ لا انا الفقير بتعاون مع وزارة الشباب مثلا في ما هو الشباب بيحبوا الشباب. انا بنزل. انت عم الشباب؟ لا انا بنزل احتفالات الدينية في سيدنا الحسين، السيدة زينب، الصندوق التنمية الثقافي بأوبرا، الساية. لكن الشباب ممكن يكون الشباب ليهم يعني انا لم اتشرف وربنا يكرم الجميع. انا بشكرك وشرفتني. الله يخليك. الشباب واحنا معنا دقيقه لو سبتها لك عشان نطلع منها ختام كده ممكن تسمعني حاجه ولا ما عادش في جعبتك حاجه الليله؟ يا ربي بالمصطفى بلغ يا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه.